يكثر فيه القصاص أو القصص ومدعين الوعظ؟ لا يجوز لأحد أنه يتكلم أمام الناس الدعوة والوعظ إلا بعلم، إذا كان عنده علم فإنه يتكلم بعلم ويستعمل الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا كان يتقن هذه الأمور فإنه يدعو إلى الله ويعظ الناس، أما إذا كان لا يحسن هذه الأمور فليتوقف لئلا يضل هو ويضل الناس وهو يحسب إنها على حق. نعم.